اهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الحوار الاقتصادي نسلط الضوء في هذه الحلقه فيما يتعلق بالاوضاع الاقتصاديه بشكل عام خاصه توقيع الحكومه مؤخرا مع القطاع الخاص اتفاقيه لبناء صوامع القمح اضافه الى التطورات في منطقه جنين الصناعيه هذا الموضوع نناقشه مع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي مرحبا بك اهلا بك اخي عماد وشكرا على الاستفادة أهلا, اهلا وسهلا وشكرا على وقتك معنا بالتاكيد معالي الوزير نبدا من قضيه القضيه الابرز مؤخرا وهي توقيع صوامع او اتفاقيه لبناء صوامع القمح ما بين الحكومه والقطاع الخاص، حدثنا عن اهميه هذا المشروع. يعني الاحتياط الاستراتيجي للمواد الاساسيه واجب في يكون في كل الدول، للاسف عنا قبل هيك ما كان موجود وبالتالي ارتئينا في الحكومه وجود لابد من وجود مخزون استراتيجي من القمح خصوصا بعد الأزمة اللي مرت خلال فترة الكورونا والآن فترة الحرب الروسية الأوكرانية وتعرضنا لضغوطات كثيرة لكن م. الحمد لله مرينا فيها بسلام بدون ما نفقد أي سلعة من السوق بعكس العالم اللي كان فقد سلع كثيرة عندهم وارتفاعات خيالية في الأسعار قدرنا نسيطر عليها وبالتالي كان لابد انه ناخذ قرار استراتيجي بعده مشاريع، واحد منها الصوامع. اخذنا قرار بالحكومه انه نبني صوامع لتخزين 80 ألف طن قمح اللي بتكفينا تقريبا ثلاث شهور. بالاضافه انه بيكون في عندنا مصادر اخرى غيرها، فبيكون في عندنا احتياطي استراتيجي من خمسه الى ست شهور بشكل دائم. وجود الاحتياط الاستراتيجي بيفيدنا بشغلتين، اولا انه موجود عندنا الكميه اللي بتكفينا لخمس ست شهور اللي ممكن نتجاوز اي ازمه مستقبليه ممكن تكون، اثنين بيكون في عنا رصيد كبير اللي بنقدر نتحكم بالاسعار. ممتاز نعم. بتتذكر انه خلال الفتره الماضيه احنا اعطينا سبسدي دعم وشلنا ضريبه القيمه المضافه في 16% عن الخبز وعن المخابز وهي كان دعم زي ما كمان بنساوي ولا زلنا بالبترول وبالتالي لما وجود عندك هالاحتياطي هذا احتياطي كبير هلا مشروع بيكلف تقريبا خمسين مليون دولار ما عنا الخمسين مليون دولار فلجانا الى القطاع الخاص نزلنا عطاء العطاء اشتغلناه كله بوزاره بلجنه تحضيريه من أربع أو خمس مهم. وزارات بقيادة وزارة الاقتصاد عملنا مناقصة كاملة درسناها بشكل مفصل وطرحنا العطاء وتقدم شركتين مهم. وفازت شركة ائتلاف 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 بين شريكين فلسطينيين من الدا... من هون من الضفة الغربية وشريك من دبي واللي راح ينفذ الم... شريك فلسطيني من دبي واللي راح ينفذ المشروع شركة كمان قطاع خاص فلسطيني في كندا اللي عنده خبرة طويلة جدا في بناء وقد يكون الشركة الأكبر على مستوى العالم في بناء الصوامع لا توجد شراكة ما بين الحكومة أم هي فقط اتفاقية الاتفاقية اتفاقية استئجار التكاليف البنية التحتية رح تقوم فيها القطاع الخاص الهدف الرئيسي كان من مشاركة القطاع الخاص بالاضافة انه راح يكون تمويل كامل من القطاع الخاص م. ادارة المخزون ادارة المخزون يعني بدها خبرة خبرة وخبرة مهمة لانه يعني اولا كيف بدك تحافظ على جودة القمح خلال الفترة هاي عملية تدوير القمح كمان فهاي بدها خبرة اعتقد انها مش موجوده بالقطاع الخاص العام ومن هون ركزنا كل شيء على القطاع الخاص المشروع راح يبنى كبنيه تحتيه خلال 23 شهر يعني بنحكي من تاريخ توقيع العقد سنتين تقريبا وبالتالي بنتامل بعد سنتين يكون في عنا مخزون 80 ألف طن في موقعين موقع في الخليل وموقع في منطقه رام الله قريب م -م. للشمال ايضا. والفكره بان القطاع الخاص سياتي بهذه البضائع ويقوم, ويقوم بتخزينها داخل هذه الصوامع. يعني هناك مواصفات وهناك م -م. رقابه شديده على الموضوع يعني وضعنا اوبشن كمان كخيار انه احنا راح نستاجر منهم بالاجار، اجار سنوي يدفع م -م. لهم على اربع اقساط. لكن كمان خلينا اوبشن تاني مفتوح انه ممكن مستقبلا تعرف تجينا مساعدات فيكون لنا اوبشن تاني انه يكون احنا نجيب القمح نعم. في حال حصلنا على دعم او مساعدات في هذا الموضوع الامر اللي ممكن يكلفنا كاجره تخزين صفر في النهايه او قد نحقق ارباح في هذا المجال نعم طب معالي الوزير ايضا فيما يتعلق باهميه هذا المشروع بالانفكاك عن الاحتلال ذكرت في بدايه حديث قضيه البترول الاحتلال يمنعنا من مثلا استيراد البترول من دول كالاردن والعراق وغيرها وحتى في قضيه ان يصبح لدينا مخزون استراتيجي هل هذه المخاوف موجوده لدينا فيما يتعلق بصوامع القمح لا معنا اي مشكله بالنسبه للقمح عمليه الاستيراد سهله جدا ما في اي مشكله فيها عمليه بناء الصوامع أه. كمان ما في اي مشكله فيها اليوم وانا بحكي معك عم يبنى بالخليل في منطقه ترقوميه مشروعين ومشروعين ضخمات احد المشروعين بيقوم فيه شركه اسمها ازدهار فلسطين اربعه الف طن عم يبنوا للاعلاف أه صندوق الاستثمار وباديكو بيعملوا مشروع تاني بي... طاقة اقل في نفس تروميا بالاضافة انه هون في الوسط في عملية تطوير كبيرة لمصانع وبالشمال صوامع موجودة عنا ما في عنا مشكلة فيها بنى الصوامع كبنية تحتية ما في أي مشكلة لكن هذا مخزون مخزون استراتيجي لربما دائما استيراد القمح استيراد القمح ما في أي مشكلة لا يعني إن شاء الله ما في أي مشاكل يعني إن شاء الله نعمل ذلك طيب أيضا آه ذكرت أيضا فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وهو لدينا جائحة كورونا ثم العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا هذا الموضوع أدى إلى ارتفاع الأسعار برأيك هكذا مشاريع بالفعل ستساهم في حفظ السلع لدينا وحفظ أسعار السلع كذلك أحد المواد الموجودة بالعقد اللي وقعناه امبارح موجود أنه عندنا كمية لكذا شهر <applause> بضاعة اللي بنقدر نتحكم فيها بالسعر والسعر سيحدد من قبل وزارة الاقتصاد الوطني للحفاظ عليه بتعرف عماد الخبز والقمح أكل الفقير وأكل العائلات كبيرة العدد وبالتالي إحنا يعني حريصين جدا على السعر وتقديم هاي الخدمة المرة اللي فاتت زي ما ذكرت لك شلنا 16% منها نعم. لمدة ست شهور تقريبا وحفظنا على السعر من ضمن الأهداف لموضوع الصوامع أن يكون عندك كمية حتى في حالة ارتفاع لما بيكون عندك مخزون خمس ست شهور تقدر تسيطر على السعر لأنه بيكون في متغيرات خلال الفترة هاي اللي ممكن تضمن أنه تحافظ صحيح. على السعر للمستهلك <applause> اريد ان انتقل بشكل عام الى الاقتصاد الفلسطيني، كيف ترى الاقتصاد حاليا النمو في الاقتصاد في القطاع الخاص تحديدا هل تراه بانه عاد الى مستويات مثلا ما قبل جائحه كورونا هناك نمو؟ انا اتحدث عن القطاع الخاص لانه لدينا فعلا ازمه ماليه لدينا نقص في السيوله في السوق، القطاع الخاص ما وضعه؟ يعني عماد وضع القطاع الخاص الفلسطيني بيختلف عن كل قطاع خاص في العالم لما بيقولوا راس مال جبان الا القطاع الخاص الفلسطيني تجربتنا كقطاع خاص وتجربه الفلسطينيين بشكل عام آآ آآ لما صار هجره في 48 وفي 67 كانت نتائج سلبيه جدا عن الناس اللي طلعت وبالتالي قطاعنا الخاص واحد وكفلسطينيين بشكل عام اخذنا التجربه هاي وبالتالي احنا قاعدين ما حدا بيفكر يطلع، قاعدين في بلدنا وبالتالي واجبنا انه نشتغل، القطاع الخاص عم بيشتغل عم ببني صناعات عم بيجي استثمارات فلسطينيه من الداخل ومن الخارج وهلا بعطيك بعض الارقام هذا هذا احد الاسباب انه لا عندنا قطاع خاص وعنا وضع جيد، اثنين العائد على الاستثمار بفلسطين عائد على الاستثمار بفلسطين عائد مش موجود في المنطقه كلها وبعطيك ارقام لماذا؟ ليش؟ لانه لسه فلسطين ارض بكر مم. احنا بحاجه لاستثمارات عديده جدا انا بس بدي اعطيك بعض ارقام عماد مهم انه المستمعين والمشاهدين اللي بيشوفونا يعرفوها عندنا السوق المالي 47 شركه مم. 45 شركة سنة وزعوا أرباح عن سنة 22 نعم آه ما في قصص نجاح كبيرة في بعض الشركات معظم الشركات معدل توزيع الأرباح مش الأرباح الأرباح اللي توزعت كانت ستة و عشر في المية هذا الرقم مش موجود لا في أوروبا ولا في الشرق الأوسط أيضا رقم عالي جدا فهاي مؤشر لكل مستثمر انه تفضل تعال استثمر هون وفي عندك عائد مم. عالي وهي ارقام مثبتة وارقام موجودة اي واحد بيدخل على المواقع في الانترنت بيدخل تفاصيل كل شركة كمان موجودة اثنين احنا عم نعمل قوانين حماية للمستهلكين قانون الشركات الجديد نعم. انت كنت متبع عليه طول الوقت صحيح من افضل قوانين الشركات يعني افضل قانون على مستوى المنطقه كلها وهي شهادة البنك الدولي وبالتالي هاي المؤشرات هي اللي بتدعم المستثمرين انهم يرجعوا اعطيك بعض ارقام في 2022 2524 شركة جديدة تسجلت في, 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 في الضفة الغربية عندنا وبرأس مال 700 مليون دولار ورأس المال بتعرف بسجلوش رأس المال كله كامل يعني الارقام اكبر من هيك من ضمنهم 179 مصنع شغالين بقيمة 117 مليون دولار هاي الأرقام هي اللي تتحدث عن حالها زائد في قوانين اللي تحمي المستثمر زائد إنه في حرية حركة لتنقل الأموال يعني بتقدر تجيب الأموال اللي بدك إياها للاستثمار الأرباح بدك تطلعها لبرا كمان ما, ما في أي قيود عليها وهي ميزة مش موجودة عند كل الدول اللي في المنطقة حوالينا نعم يحسب لكم فعلا قضية قانون الشركات هذه الإشارة في هذا الموضوع مع الوزير ابقى معنا نذهب الآن إلى هذا الفاصل فيما يتعلق بالمناطق الصناعية ومنطقة جنين الصناعية هذه المؤشرات الاقتصادية ثم نواصل في الحديث عن هذه المنطقة وآخر التطورات في منطقة وملف جنين المنطقة الصناعية في جنين أهلاً معكم مشاهدينا في برنامج الحوار الاقتصادي وبعد ما استعرضنا اهم المؤشرات الاقتصاديه في منطقه جنين الصناعيه نناقشها مع معالي الوزير الاقتصاد خالد العسيلي مع الوزير اخر تطورات فيما يتعلق بمنطقه ملف جنين الصناعيه تم توقيع اتفاقيه مؤخرا مع المطور التركي حماد يعني منطقه جنين الصناعيه لها تاريخ حافل مع الأسف بعدم النجاح أه وقفت 19 سنة ما كان في 19, 19 سنة. سنة 19 سنة 19 سنة انعمل فيهم سياج ثلاث يوفط ووضع خمس مرات حجر اساس لما انا استلمت ورحت على جه... هذا اللي لقيته في المنطقة صنين الجنين الصناعي اليوم احنا خلال اربع اسابيع ان شاء الله بنكون خلصنا الفيز 1 المرحلة الاولى بتكلفة 25 مليون يورو دفعت من الكي اف دبليو من الالمان مشكورين يعني كتبرع من الالمان للمنطقه الصناعيه وبنكون هيك خلصنا المنطقه الصناعيه المرحله الاولى في المنطقه الصناعيه اللي هي البنيه الخارجيه زائد بعض الاعمال في البنيه الداخليه في المصنع. أه. المرحله الثانيه مع الاسف في مطور تركي المطور الشركة المطور التركي يعني شكله متعثرين شوي وبالتالي في مماطلة في الالتزام بالاتفاق اللي معه نتيجة الضغوط اللي احنا عم نعملها وعملناها حتى سيد الرئيس حكى ثلاث مرات مع الرئيس آه اردوغان نعم. بهذا المجال ووعدوه انه يمشي واخر شيء في زيارة الرئيس قبل اسبوع في خلال الفترة هاي طرحت فكرة مشاركة صندوق الاستثمار الفلسطيني مع الشركة اسمها توبيز التركية أوه. وتم توقيع اتفاقية حصة صندوق الاستثمار بدها تكون 65% وانا نصحتهم انه يكون فوق ال 51 عشان السيطرة لهم سيطرة لهم و35% للمطور التركي بتامل انه يعني ما اتفق عليه وتوقعت الاتفاقيه بحضور الرئيسين الرئيس مهم. ابو مازن والرئيس اردوغان نعم. وان شاء الله راح يعني تمشي بالشكل اللي وقعت فيه منطقه جنين الصناعيه الرئيس اردوغان مشكور أخذ قرار تقريبا قبل سنة أو أكثر يمكن حكيت عندكم على التلفزيون عليه إنه يعتبر منطقة جنين الصناعية كمنطقة تركية تركية خارج السيادة نعم. اللي موجودة وأي مستثمر تركي بيجي لها بياخذ نفس الحوافز مهو. والمنح كأنه موجود في تركيا المهم إنه نبدا ونخلص الفيز 2 اللي بتوقع يعني بدها سنة لسنة ونص تقريبا بيكون خلصنا الفيز 2 بحاجه لا يمكن 20 مليون دولار و وجود الشركات سواء التركيه او العربيه او الاجنبيه او الفلسطينيه راح تكون موجوده بتوقع لمنطقه جنين الصناعيه انها تكون اسرع منطقه صناعيه انها تنتلي مصانع وخصوصا انه 80% من الانتاج بده يكون حسب الاتفاق والامتياز معدل التصدير و20% لسوقنا الداخلي. آه كم متوقع ان يكون فيها مشاريع منطقه جنين الصناعيه ويعني افهم من كلامك بانه آه آه شركات تركيه ايضا ستاتي الى هنا في وتعمل في منطقه جنين الصناعيه. حسب الاتفاق انه كمان الاتراك يعني ملتزمين انه يجيبوا شركات تركيه موجوده. آه قبل شوي قلت لك فلسطين ارض بكر للاستثمار. احنا عندنا اتفاقيات مع معظم دول العالم، اتفاقيات تفضيليه، المنتج الفلسطيني بيدخل كل الدول العربيه والدول الاسلاميه، الاتحاد الاوروبي، اندونيسيا ودول المنطقه اللي عندهم، امريكا بدون جمارك، وبالتالي اللي بيستثمر بفلسطين لبضائع للتصدير، التصدير متاح بكل العالم فيه، وهاي مش موجوده عند دول عديدة يعني تركيا ما عندهم اللي عندنا وبالتالي ممكن يكون مجموعة من الأتراك تيجي شركات تركية تستثمر مهو. في جنين طب أستاذ خالد فيما يتعلق بما الذي يميز المنطقة الصناعية بشكل عام يعني لماذا آتي أنا كمستثمر سواء يعني لدي مشروع هنا أريد أن أنتقل فيه المنطقة الصناعية وأتي من الخارج ما الذي يميز المنطقة الصناعية بغض النظر عن الاتفاقيات ما بين المطورين لكن ايضا ماذا لدينا من تشجيع للاستثمار في هذه المناطق؟ يعني اولا تيجي لمنطقه صناعيه ببنيه تحتيه كامله لما بتروح تشتري ارض انت بدك تعمل كل البنيه التحتيه اللي عليها والبنيه التحتيه مكلفه جدا نعم صحيح ثمن الارض مكلف جدا ايضا في المنطقه الصناعيه البنيه التحتيه بتكون جاهزه اثنين هناك حوافز سواء بسعر الكهرباء بسعر المي أه. آه يعني آه هلا عملنا آه في اريحه سولار آه انرجي هلا نزلت تقريبا 50% خمس... من تكلفه الكهرباء على المصانع اللي موجوده فيها ثلاثه أه. قانون تشجيع الاستثمار بيعطي إفاءات من ضريبه الدخل إفئات كبيره يعني من ضريبه الدخل آه خمسة عشر سنه ممكن انها توصل أه. وبالتالي في حوافز كبيره جدا انك في المنطقه الصناعيه. نعم، المنطقه الصناعيه الاخرى هل تسير على ما يرام بها اي تطورات معينه؟ يعني الوضع خلال السنتين الماضية تغير عن الفتره اللي قبلها، كان هناك مشاكل كتير موجوده م. لانه تركه كانت موجوده عم بنعالجها، لا زال بعض الاثار فيها خصوصا في منطقه اريحه لانه في قضايا مرفوعه. <applause> على بعض المستثمرين اللي أخدوا منح من اليابانيين وما كملوا الالتزامات اللي عليهم وبالتالي اضطرينا نروح للنيابه والقضايا اللي بنستنى انه بالقضاء يفصل فيها بتعرف تأخذ وقت فيها لكن اريحه مثلا خلصنا فيز 1 وراح نبدا بفيز 2 في عنا طلبات لفيز 2 ثمان طلبات جديده ومصانع جديده بيت لحم سكرنا فيز 2 كمان ما اننا مجال اكثر وماشي بشكل ممتاز في جنين حكينا عليها ممتاز. يعني الامور ماشية في غزة ممتازة جدا هلا عم نشتغل على مناطق صناعية جديدة ممتاز. في ترقوميا اولا مشروع ترقوميا يعني اخر اجراء اخذنا انه عملنا استملاك ل 300 دونم تقريبا 350 دونم من شأن نعمل منطقه صناعيه بتطوير صيني مشاركه الصينيين وسياده الرئيس في زيارته الاخيره للصين نعم. اتفقوا على انه بده يجي مستثمرين وشركه صينيه اللي تطورها في وفد صيني في يعني بيستنوا الفيز رح يجوا من شان هذا الموضوع نفس الوقت عندنا جمروره قائمه مم. ومشاركه فاعله فيها 50 مصنع من اروع ما يمكن الجمروره هي القطاع الخاص والقطاع القطاع الخاص هلا اخذنا قرار عملناها مم. منطقه صناعيه خاصه حاليا عم نعمل مخططات من شان عمل تطوير كامل لمنطقه جمروره تقريبا انتهينا من كل المخططات وراح يبلش الشغل قريبا جدا في هذا الموضوع في دير شرف في نابلس كمان نفس العملية أنهينا المخططات يعني أو في المراحل الأخيرة من المخططات شركة وزارة الاقتصاد مع وزارة الحكم المحلي وبالتالي رح يكون في انطلاقة كبيرة سواء في جمرورة وترقومية ودير شرف في نفس الوقت عم نشتغل على مناطق حرفية في عنا منطقة حرفية للجلود والاحذية في بني نعيم نعم <applause> يكون تمويل الها عندنا الان 6 مليون يورو من ايطاليا بالاضافة انه بعثنا وفود من اصحاب المصانع لايطاليا وللبرتغال وعملنا لهم اكثر من معرض وبالتالي الامور ماشية بالطريق السليم هناك بعض المشاكل بتتعلق بملكية الارض في طريقها للحل وبالتالي رح يكون في انطلاقة بهاي المواضيع سعيدون جدا في هذه الانجازات بالفعل. نشكرك جدا على وقتك معنا، لا يمل الحديث معك وزير الاقتصاد خالد العسيلي، لكن للاسف لضيق الوقت. نشكرك جدا على وقتك معنا. شكرا, شكراً لك, لك شكرا لك للتلفزيون شكرا لك جزيلا. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا نذهب الى هذه النصيحه الاقتصاديه فيما يتعلق بنصائح لمن يريد ان يشتري الذهب. من اهم المواضيع اللي لازم ننتبه عليها بعد عملية شراء الذهب هي الفاتورة، لأنها سند قانوني بثبت حقك في حالة حدوث أي خلل أو غلط في عملية شرائك للمصوغات الذهبية. عشان تكون الفاتورة صحيحة 100%، لازم ننتبه إنه كل الخانات في الفاتورة معبأة بشكل كامل، وبالتالي لازم الفاتورة تحتوي على سعر الأونصة العالمي وسعر الجرام الجاهز مع المصنعية ووزن القطعة وعيارها. وغير هيك لازم تحمل توقيع البائع وختم المحل. نصيحه جوهريه في هذا الموضوع انه قبل ما تاخذ ذهبك راجع قيمه فاتورتك واحسب ثمن المصوغات اللي شريتها قبل ما تغادر المحل وبالنهايه تاكدوا انه ذهبكم مختوم عشان ما تخسروا لما تبيعوه وكالعاده اذا واجهتكم اي مشكله ما تترددوا في الاتصال بالرقم 129 وطواقمنا راح تساعدكم مع تحيات وزاره الاقتصاد الوطني مديريه الدمغ ومراقبه المعادن الثمينه شكركم جدا مشاهدينا على حسن المتابعه ودمتم بالف خير